سرى عبالي مرى لخيالي سرى وجع السنين لفوا بالحنين وجع السنين لفوا بالحنين أنا من وراء جفا وناس من دفا ما بتعرف جفا من نبع الوفا عطفوا هالحمل وجع السنين لفوا بالحنين وجع السنين لفوا بالحنين لنا معدنهم الماس معدنهم الماس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس وجع هالسنين السنين لفوا بالحنين لناس من ورا لناس من ورا لناس من ورا با 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 تعلق فيها. أنا برجية بدي أمسح فيها الأرض. سارة وين رايحة؟ بدي أنزل شوفها لهالكلبة، بدي أنزل حاكيها. نحن مو خرج بهدلة، هي اسمي ونصيب. شو يعني؟ اترك لي على فادي هيك بالبساطة؟ خلاص باح. نحن مو عاملين بازار على فادي، صحيح كنت متمني يكون عريس إليك، بس مو معناها نفوت بالقيل والقال مشانه، نحن مالنا أولاد شوارع. شو يعني شو عمل؟ اسكت وبلا بتمي وقول لها مبروك عليكي فادي، صحتين على قلبك ست لبنى. ايه مبروك عليها، صحتين على قلبها. ما عرفتك وانت عم تحكي هذا الحكي. لك لو هني اجوا طلبوكي مرة ومرتين كنت بعرف شلون اتصرف. هلا هني لمحوا بس لأنه الحكاية ما بديت هيك ولا صارت بهذا الشكل ما عاد نقدر نحكي فيها، وإلا بصير كرامتنا على المحاك. Thank you.
تفكر اني اخطب لك اياها. ليش يا ماما ليش؟ ما بتزبط. شو رح يكون موقفي تجاه ابن العم؟ لحظة خليني افهم، انت ما عندك اعتراض على لبنى بس كل همك ما يزعل ابو عمار؟ انا لبنى كلها مو فارقة معي، انا المهم زعل ابو عمار. مشكلة عمي ابو عمار انا مالي مسؤول عنها، انا لا حكيت معه ولا طلبت منه سارة، انت وياك انتوا عم تفصلوا بدون ما ترجعوا لي. يعني انت مو فارق معك زعله؟ يا ماما اكيد ما بتمناه يزعل بس هي القصة ما فيها مجاملات. يا سواد وشي منك يا ابو عمار، يا سواد وشي. ماما شوفي امتى بتحبي لحتى نروح نعمل زيارة لاهلها للبنى؟ بسفرك؟ رح اجله. صحيح؟ ماما قلت رح اجله مو الغي. وابن العم؟ فادي اللي ايه هو وامتى لحقتي تعرفيه ويعرفك ويصير بده يجي يخطبك؟ يا ماما في شيء اسمه الحب من اول نظره، انت اكيد بتعرفيه. وحبيتوا بعض كمان؟ وين كنتي عم تشوفيه؟ وليش ما قلتي لي من وقت ما؟ يا ماما يا ماما انت بدك العنب ولا بدك تعطي ناطور؟ يكون عم يلعب عليكي. اذا ما اجى من الباب اعملي اللي بدك اياه، بس انطري يومين لبين ما يخبر امه. ايه بدي الناطور. خدي فرمي. شبك طلع يلا. شو بتقصد من هالحركة؟ سكر الباب سكره. شو صار بسطنا؟ بشو؟ بتتدلل علي؟ بسط السفر. هي قررت أجله كم يوم. كم يوم قديش يعني؟ يعني عندي قصة شاغلتني هالكم يوم، بس أخلص بنرجع بنحكي. شو القصة؟ ليش شو كثرة هالأسئلة؟ شو القصة تحقيق؟ معك حق، الأسلوب اللي عم بحكي فيه كأنه تحقيق. نحن هدفنا بس يعني إذا محتاج لمساعدة نحن بنساعدك. بتعرف نحن ما بنقصر. في بنت حاببها وبدي أخطبها. حلو كتير. حلو كتير هذا الحكي، ما بيتخبى. شو اسمها؟ مو شغلك. معك حق. طب قديش بدك؟ مليون؟ مليونين؟ ثلاثة؟ نحن تحت أمرك. نحن؟ أنتو مين؟ نحن؟ نحن اللي إذا اشتغلت معنا ومشيت صح بنعملك فوق فوق، وبنبغي توا بنساويك تحت. معقولة بتروح بتقول لمعلمك فادي ماله غبي وماله حمار، بعرفوا كتير منيح مع مين عم تتعاملوا. بس هيك هي مصاريك ما ناقصين ولا ليرة. استنى. راسه شو بدك تتصرف لحتى تتصرف؟ أمرك. أم طاهر طلعي لعندي شوي على البيت عاوزتك. أحلى أبو حازم شرفتنا والله. أهلا أبو سامر. أهلا. ميت أهلا وسهلا تفضل. شكرا ست مي شكرا. العفو.
ابو حازم ما قبل يحكي شيء لحتى تيجي حضرتك. ايه والله غلي قلبنا، شوفي قال في شيء ضروري. ايه والله ضروري، ضروري ومفرح بالوقت نفسه. اولا استاذ فواز بعث لي رساله بيعتذر فيها عن التاخير، وقال انه حيرجع لنا المصاري كله. يعني رح يرجعوا المصاري؟ اكيد رح يرجعوا المصاري، بس حيرجعون على دفعات. طيب كيف وشلون؟ هذا شيء اللي ما بعرفه. لك شو بدنا ما يستحنا، المهم يرجعوا المصاري. يا رب يا رب. بدك ركز معه للسلامة، خلصي معي. وبتفوتي على المطبخ بتجلي كل الجليات، وبعدين بترجعي لعندي لهون على الغرفة بتنظفيها تنظيفة مرتبة، عم تفهمي؟ وبعدين بقول لك شو بتعملي بالصالون. بس ما في بالعادة تطلبوا مني شغل البيت. والله ما كان في بالعادة وهلا صار في بالعادة. من اليوم ورايح رح تصير تشتغلي عنا هون بالبيت، وقد ما بيعطوكي أهل البناية نحن بنعطيكي، وجيبي بنتك لبنى هي تشتغل معك هون. سارة شو عم تحكي مع ام طاهر؟ ولا شي، كنت عم قلها لخالي ام طاهر اذا بتساعدني بشغل البيت. تكرم عينك ست سارة، انا بخدمتك. يعطيك العافية ام طاهر، ما بدنا منك شي. بتعرف عم فكر اجل الموعد لبكره، يعني هيك حاسستك مالك كثير مشتاق لي. لبنى ليه عم تتغلظي علي؟ اشتقت لك انا. انا كمان. يلا انا ما بطول عليك. قديش بدك لتوصلي؟ يعني شي ساعه زمان. معك 3 دقائق، غير هيك رح امشي. نعمه لهالدرجه ما لي فارقه معك؟ لو فارق معك أنا كنت إجيت قبل المواعيد. معك حق، أنا آسفة. طب وأنا كمان اشتقت لك. اكتبوني فادي فادي فادي. لبنى لبنى فادي 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 فادي. شو عم تعمل؟ فادي لبنى. ما بقدر إلا غير اللي شفته. طيب تقدر توصف لي شكل الخاطفي؟ يعني القصة صارت بسرعة، بلمح البصر كانوا حاطينها بالسيارة وهربانين. للحظة أنا ما استوعبت شو عم بيصير، ولا حتى انتبهت على وجوههم. مين بتتوقع يكون الخاطف؟ ما بعرف. بقصد إنه لبنى إذا كانت على علاقة مع حدا، وهذا الحدا عرف إنه مخطوبة إلك، ممكن يكون خطفها لينتقم منها. ما بتخيل. نحن بحالة خطف، وكل دقيقة بتمر مو لصالح لبنى. إذا في عندك شيء احكيه ولا تخبيه. لبنى كانت على علاقة مع شاب من أهل البناية، بس مستحيل هو يعمل هيك عملة، أنا متأكد. كثير جرائم سببها الحب والغيرة، ومن ناس كنا مفكرينهم ملائكة. ايه مزبوط، بس علاقتهم انتهت من زمان، حتى هنن هلا رفقات. ممكن يكون حكيك صح لوقت ظهرت انت بحياة لبنى. بجوز ظهورك بحياة لبنى بجوز يكون فيق عنده مشاعر الحب والغيرة، لهيك قرر ينتقم منها. صدقني يا سيادة الرائد، القصة مو مستحيل يكون هو عاملها، اللي خطفوها محترفين. وشو عرفك انهم محترفين؟ يعني الطريقة اللي خطفوا فيها لبنى بتقول انهم محترفين، مو معقول شاب يكون غيران يروح يجيب رفقاته ويعمل هيك. فادي، مين هو الشاب؟ اسمه همام. يا
ياس ياس فين مساعد؟ والله حرام عليكم كل ما صار شيء بالبناية بتقولوا أخذتوا ابني؟ شو علاقة أمي بخطف لبنان؟ بس فهموني الله يرضى عليك. والله كنت بالجامعة والله. هو سؤال وجواب، بدك تعرف الحقنا على المخبر. كأنه كان لازم نتدخل مو؟ شو طالع بإيدنا يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلصنا بقى الظهر حاش تبكي ولا حرقتي قلبنا. يا حبيبتي دقيلة دقيلة رح ترجع بالسلامة. يا رب رح اتصل بسلمى خبر أمي. لا اترك أختك معانا. لبنان خطفت سلمى ما تعرف؟ طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم بس لنفهم شو عم بيصير. شو ما كان عم بيصير هما ما إله علاقة، شو ما عدنا نعرف بعض. لكن مين بده يكون؟ وليش لحتى وحدة مثل لبنان تنخطف؟ أولاد الحرام كتار يا ميس، بس أنا من رأي شادي همام ما له علاقة. أنا رايحة أرجع على المخفأ. طولي لا لك وين رايحين؟ روحتكم لهونيك ما له طعم بنوم، قعدتوا ثلاث ساعات بالمخفأ وما طلع منا شيء، والرائد قال لكم أي شيء بيصير بخبركم دغري. يا ربي يا ربي ان شاء الله خير ان شاء الله خير. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي دخيلك يا رب يا ربي. يا ربي شو بيثبت لي هذا الكلام؟ انا الله وكيلك كنت بالكليه مع رفقاتي. يا رفقاتي دقوا لهم سالوهم هن كانوا معي وانا بالعلامه كنت عم بحكي لهم عن حكيت فيلم بدي اعمله انا يعني والله كانوا معي. شو سيد همام ليش خايف يعني بعدنا ما اتهمناك بشيء؟ شو ليش خايف ليش جايبيني لهون؟ لا بدنا نسالك كام سؤال وبعدين بتحمل حالك وبتروح. شو بتحب نشربك؟ في هوت شوكليت؟ نعم. تفضلوا تفضلوا. يعني بنقدر نروح على البيت سيادة الرائد؟ بالتأكيد أبو حازم. طيب شكرا لكم يعطيكم ألف عافية. شرفتوا. شكرا سيادة الرائد. أهلا وسهلا. احترامي سيدي. سيدي مشان قضية البنت المخطوفة لبنى بدي إذن من حضرتك مشان أتواصل مع قيادة الشرطة بحمص. مبدئياً ما في شيء سيدي، مجرد بس بدي أعرف معلومات عن الشاب. نعم هو اللي بلغ على الحاسة سيدي فادي محفوظ. أمرك سيدي أمرك سيدي. احترامي. يا لطيف على القصة، مو معقولة يا القصة، مو معقول يخطفوا هالبنت المعترة. إن شاء الله الشرطة تلاقيهم. إن شاء الله يا رب. دخلك هالجماعة إلهم أعداء. مين قال لك إلهم أعداء؟ أم طاهر وولادها من خيرة الناس، جماعة معترين وعلى باب الله. يعني القصة لو فيها قتيل ما بيخطفوا بنت صبية. ما معقول. وين سارة؟ لوين؟ راجع مالي مطوله. فادي قوم خليك معه. طول بالك يا ابن العم. Ha ha ha!
شو هالدكتور فادي؟ شو هالبرامج اللي عم صممها؟ معقول في عنا ناس بالبلد هيك وأنا ما بعرف فيها؟ والله ما هون حق يحاولوا يشتروا. أخ أخ عم يتصل فيك أخوك، ليش ما عم بترد عليه؟ والله انقهرت عليها من قلبي. لا تحكي عليها كأنها ما حترجع. حبيبي طيب بابا طيب، خلاص مثل ما بدك، ديري بالك على حالك. والله ما سارة رح تنام عند بيت ام طاهر. وفادي وينه؟ فادي كمان رح يكون عند بيت ام طاهر. وانت؟ انا رح احاول روح لعند بيت ام طاهر. وانا؟ بتسألي كثير يا بنت العم. بتحبوا اعمل شي تاكلوا؟ انا مو قدرانه، معدتي عم تلع علي. شو ماجد بدك شي؟ ولا انا ما بدي شي. يا جماعه انتم متخيلين شو عم بيصير؟ حبيبتي انت من امبارح بلا اكل، طيب خليني اعمل لك كاس لبن. شكي فاتي؟ شو صار؟ مسكيني هاللبنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه لبنة؟ لهلا لساتك عم تتصرف بذكاء. وين لبنة؟ وحياتك ما رح نخلي حدا يدق شعرة من راسها. نحن ما بيهون علينا زعلك. لك لكن خلي لبنى ترجع على البيت. ما بقدر. في عندك شيء بدي اياه؟ حاعطيك البرنامج بس خلي لبنى ترجع على البيت. فادي انا محاكيك كصديق. قصة اكبر من برنامج. اللي شو بدك؟ بدي اياك تسافر. لك شو عم تحكي انت ولبنى؟ لبنى رح نسفرها قبلك. بتلاقيها عم تستناك برا. واذا قلت لك لا؟ انت اذكى من هيك، والدليل انك ما جبت سيرتنا قدام الشرطه. معك كم ساعه تفكر، بس تعتمد بعد لي على الايميل ببعث لك التفاصيل، والسيم تبع هذا الخط راح اكسرها. ولك نديم اسمعني. الو نديم، شكرا دكتور، شكرا. لولاك ما وصلنا المعلومات المهمة اللي بدنا اياها. ألف شكر، عذبناك معنا دكتور. شكرا شكرا، الله معك. احترامي سيدي، سيدي تواصلت مع عميد كلية المعلوماتية وأعطاني معلومات كثير مهمة.
احترامي سيدي. سيدي إذا فيني أخذ من وقتكم 5 دقائق بس. نعم سيدي، بخصوص البنت المخطوفة لبنى. أمرك سيدي، جاي لعندك فورا. أمرك. ماما نحن لازم نسافر. شبنا رجعت لقصة السفر وبهالظروف؟ لك يا ابني ما بدنا نعرف شو رح يصير بهالبنت المخطوفة. يا ماما انت ما بتعرفي شيء، مشان الله قلي شو بدي اعرف. كلي لازم تعرفي انه نحن لازم نسافر، غير هيك ما فيني قلك. شو القصة صير؟ بعدين شو شايفني بنت صغيرة بتحركها كيف ما بدك؟ يا ماما مشان الله شو هذا الحكي؟ طب قلي شو صاير؟ لازم نسافر، إذا ما بدك تسافري أنا رح سافر لحالي. دكتور فيني أعرف مع مين كنت عم تحكي مبارح؟ عفوا؟ أنت شو دخلك؟ قلبي حاسسني إنه القصة لها علاقة بخطف أختي. أنا بدي أخطف لبنى؟ ما بعرف انت أدرى. ولك يا فهمان انا كنت اخطبها مو اخطفها. اخطبها؟ طاهر فادي ما عم يكذب عليك، انا وبابا كمان بنعرف انه هو واهله كانوا بدهم يزوروه. طاهر تقبل مني هالوعد؟ شو ما صار وشو ما كلفت القصه لبنى رح ترجع، بس اعطيني شويه وقت. معناتها انت بتعرف وينها وبتعرف مين خاطفها؟ لو بعرف وين ما كنت سكتت لهلا. بس بتعرف مين؟ بهجت جاهز دورية على السريع، بدنا نطلع على بيت ماجد فورا. شو في؟ هي فاتن وماجد. افتحي افتحي. باكلنا. حامل. لا. مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك واخيرا يا شادي واخيرا. مبروك ان شاء الله حبيبي قلبي. هي بدها حلوان كبير. ها ايه مو حلو، بتاكل بعينكم لانه حلوان. عارف خلاص. ايه زين. شو ماجد شو بكره بس يجي هيك بالسلامة صغير تمسك هيك وبتغني له يلا تنام يلا تنام لا تبقى عم بتقلب الحمام. تفضل تفضل. يلا شوف شوف. اهلا وسهلا. لك ريتو الف مبروك. الله يبارك فيكم يا رب. سيدي طمني، إن شاء الله عرفتوا عنا شيء. عن قريب إن شاء الله، عن قريب. سيدي شو رح تعرفوا عنا عن قريب؟ يا أم طاهر بدي إياكي تطولي بالك، صدقيني عم نعمل كل جهدنا. سيادة الرائد. أنا عندي معلومات بدي لك إياها. Thank you.
مانو مرتاح ابدا ابدا. طولي بالك طولي بالك، خلينا نفهم من سياده الرائد شو الحكايه، خلينا نفهمها يا بنت العم. نحن لهلا مانا متهمين فادي بخطفه، بس ضروري نشوفه ونفهم منه. يا سياده الرائد، ابني بحبها للبنى وبده يخطبها ويتجوز. بعرف بعرف بعرف، ام طاهر حكت لي وفهمت انه فادي بحبها للبنى، لهيك نحن مانا متهمينه بخطفه، بس بشكل او باخر فادي له علاقه بالقصه. لا ابني ما له علاقه، ابني ما له علاقه. الو جاي فورا. اهلا وسهلا، شكرا لك انك اجيت ووفرت علينا وعلى حالك وقت وجهد مالهم طعمه. طبعا في شغلات كتير كنا ما بنعرفها وبفضلك عرفناها دكتور. على فكره نديم شغلته كتير كبيره، يعني في ناس عم يشغلوه ويدعموه برات البلد وجواتها. انتظر كام يوم ولح تسمع اخبار كتير بتسرك. ايه بس شو مشان لبنى؟ لبنى بالحفظ والصوم اترك علينا. طيب فيني روح؟ دكتور البلد لسه بخير. على فكرة نحن متابعينك ومتابعين اتصالاتك وتليفوناتك وإيميلاتك، وهلأ لازم نروح أنا وياك مشوار، في جماعة فوق حابين يسلموا عليك ويتشكروا على اللي قدمته للبلد. تشرف. الله يخلي لي اياكي، فوتي ارتاحي، والله وقفتك هون لا تقدم لا بتأخر. سيدي جميع أفراد العصابة صاروا عنا، والبنت المخطوفة صارت ببيت أهل. الله يبارك فيك سيدي، بتوجيهاتكم سيدي. الله معكم. احترامي سيدي، احترامي. تتهنوا إن شاء الله.
الحنين وجع هالسيني لفوا بالحنين لنا من ورا ناس من دفا ما بتعرف جفا وناس من دفا ما بتعرف جفا من نبع الوفا عطفوا هالحبر وجع هالسنين لفوا بالحنين وجع هالسنين لفوا بالحنين لناس من ورا معدنهم ألماس ناس وناس معدنهم ألماس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس شربوا من الكاس وجع هالسنين السنين لفوا بالحنين لناس من ورق